بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ شريف. مرحبا أيضا بالأخت أحلام والأخ نجود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وننتظر قليلا دخول باقي الزملاء ونبدأ لقاءنا إن شاء الله. وهو في الحقيقة اليوم لقاء تقديمي، نحاول نجيب من خلاله على أسئلتكم واستفساراتكم، ونحاول أيضا انه نحدد ابرز المفاهيم خاصه مفهوم اداره الموارد البشريه. هي حصه تقييميه ان شاء الله، نحاول مثل ما قلت نجيب على اسئلتكم ونحط المقرر باكمله في اطار. ونحن بانتظار البقيه، ربما لا اريد ان اقول هل لديكم مثلا استفسارات، نخليها شويه حتى يستفيد منها البقيه، اذا ننتظر قليلا حتى نبدأ في طرح أسئلتنا ونبدأ في الإجابة. ننتظر قليلا رجاء حتى تعم الفائدة. هل يصلكم الصوت بطريقة واضحة؟ ممتاز، شكرا يا نجود. ممتاز، شكرا يا أحلام. معنا اليوم لحد الآن أحلام، ريم، شريفة، فرحة، نجود. نجدد الترحاب بكم وننتظر بعض الشيء حتى يتمكن البقية من الدخول، ثم نبدأ لقائنا بحول الله. يبدو أن الحضور سوف يكون محدود اليوم. إذن ربما لأنها الحصة الأولى، ربما الحضور سوف يكون محدود، فلعلنا نبدأ المحاضرة. وإن كانت هناك امتداد الأعداد فلعلنا نكرر بعض الأشياء ونلخص أهم الأشياء وأبرزها للجميع. إذا نبدأ لقاء اليوم ونبدأ في الحقيقة مع أسئلتكم واستفساراتكم. نعرف إنه أي طالب يدخل مادة أو مقرر جديد يدخل بجملة من الأسئلة والاستفسارات، فكلي آذان صاغية. ما هي أسئلتكم وما هي استفساراتكم؟ إذن شريفة تقول في ملخص معتمد ضمن المسجلة فقط، فرحة تسأل على المنهج، ناخذ المنهج ككل.
أحيانا تكون أسئلة الاختبارات هل هي واضحة وفيها رموز. إذا نبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة. في الحقيقة بالنسبة لنقطة نبدأ مع النقطة الأخيرة هي الأسئلة والاختبار النهائي. في الحقيقة مثل ما تعودنا أن هذه المادة تبدو وكأنها فيها زخم كثير، تبدو دسمة، فيها قصور كثيرة ومحتواها متعدد، ولكن في الحقيقة وهذا ما أثبتته التجربة وهنا بشرى لكم أن طريقتنا في التعاطي مع المقرر تجعل منه سهل جدا وفي المتناول. إذا نعم نجود أحيانا نعم تبدو دسمة، ولكن أسلوبنا في العمل يجعل من هذا المقرر ويجعل منه مبسط وفي المتناول. وأثبتت التجربة أنه دائما أعداد كثيرة أو الأغلب الأغلب يسحق هي التي تتجاوز الاختبار، وهذا في الحقيقة بشرى لكم، أي أنه لنكن كلنا تفاؤل، لنا كلنا إيجابية. إذا المقرر هذا هو مقرر بالإمكان تحصيل أعلى الدرجات فيه رغم ما يبدو من كثرة المحاور والقصور والمفاهيم. إذا هذا شيء جميل وجميل جدا. إذا ما يغركم كثرة الفصول، لا، الأمور في المتناول، وأسلوبنا في العمل يجعل منه بحول الله وبإذن الله سهل جدا. هذه النقطة الأولى. وأربط بالنقطة الثانية وهي الملخصات. في الحقيقة ليست لدينا ملخصات معتمدة، وهذا بقرار من العمادة، فبالتالي هي مسألة محسومة بالنسبة لنا. لا يوجد بالنسبة لنا ملخصات معتمدة، لا نعتمد بملخصات، لأن الملخصات هي مجهودات فردية لبعض الطلاب وقد تصيب وقد تخطئ. هنا الإشكال ربما أنه بعض الملخصات فيها أشياء جميلة جدا، ولكن أيضا فيها بعض الإخلالات، ولا يمكن للدكتور أن يعتمد هذه الملخصات. لهذا وهذا ربما سبب أساسي في نجاح المقرر ونجاح الطلاب في المقرر، أنه لا نعتمد بالملخصات، ولكن أسلوبنا في التعاطي مع المقرر داخل المحاضرات الحية يجعلنا نركز على أبرز الأشياء ونفسرها ونبسطها ونناقشها ونمشي فيها خطوة بخطوة حتى تصبح سهلة. إذا إجابة على سؤال الملخصات، لا توجد ملخصات معتمدة، لكن كل طالب حر في اختيار الملخص الذي يريده، ولكن كل طالب يحضر معنا ويحضر اللقاءات الحية بإمكانه أنه يمر على أبرز الأشياء، وبإمكانه أنه يسلط عليها الضوء وأنه يتمكن منها ويفهمها، وبالتالي يجد نفسه جاهز للاختبار. شريفة تقول هل توجد شرائح؟ لا، ليست لدينا شرائح في الحقيقة، ولكن نعتمد في الحقيقة نلجأ إلى تفريغ اللقاءات المصورة. إذا لدينا تفريغ اللقاءات المصورة ونمشي من فقرة من محور إلى محور ونمر على أبرز فقرات المقرر. لذلك ليست لدينا شرائح، ولكن مثل ما قلت نطمنكم أسلوبنا في العمل سهل ومبسط ويخلينا نمشي على أبرز الأشياء، وهذا ربما سوف نبدأ فيه اليوم، وسوف تكتشفوا أن أسلوبنا أسلوب بسيط جدا ولكن فعال للغاية. هل هناك سؤال آخر لم أجب عليه؟ المنهج كامل في الحقيقة، نأخذ المقرر كامل، ولكن هناك ربما فصول لا نركز عليها مثل ما نركز على فصول أخرى، فبالتالي التركيز يفرق من فصل إلى
فصل آخر، ولهذا كل من يكون حاضر معنا في اللقاءات الحية أو كل من يرجع للقاءات الحية ويتابعها يجد نفسه بحول الله جاهز في أتم الجاهزية بحول الله بالاختبار النهائي. هل يوجد أسئلة أخرى؟ هل يوجد استفسارات؟ هل لديكم ربما ردود أفعال على ما تم ذكره؟ نعم موجود، هذا أيضا من أبرز الأشياء التي نقوم بها، أنه دائما في نهاية المقرر يكون عندنا لقاء مراجعة، واللقاء المراجعة هذا نمر من خلاله على أبرز وأهم الفقرات التي تعرضنا لها في مقرر، وهذا أيضا من أبرز الأشياء التي نقوم بها. شكرا وجود. فرحة تقول يمكن نختصر المنهج لأنه تعداده كثير والوقت ضيق. في الحقيقة أنت استعملت كلمة نختصر، يعني نستعمل كلمة التركيز، فمن خلال لقاءاتنا نحن نركز على أشياء أكثر من أشياء أخرى، وطريقتنا في تناولها من خلال الأسئلة، من خلال النقاشات، من خلال تسليط الضوء عليها يجعلنا مثل ما قلت في أتم الجاهزية، ويخلينا نركز على أبرز الأشياء. شكرا يا فرح. إذا إن لم تكن هناك أسئلة أخرى واستفسارات أخرى، نستغل وقتنا ولقائنا اليوم حتى نبدأ. نعرف أن العدد قليل للأسف، حوالي 7 أشخاص، ولكن نعرف أنه أيضا ربما لأنه ترم صيفي، لأنه لقاء أول، ربما البعض على علم بالموعد، البعض الآخر ليس له علم به، ولكن الأعداد تخبر شيئا فشيئا. نبدأ لقاءنا اليوم، نحاول أن نستغل جمعنا وحضورنا اليوم حتى نتناول مفهوم إدارة الموارد البشرية، ونطرح عليكم سؤال، نقول لكم كيف تعرفون إدارة الموارد البشرية؟ ما هو المفهوم الذي يوجد في أذهانكم الآن لهذا المقرر لإدارة الموارد البشرية؟ ونريد من لقائنا أن يكون تفاعل، نريد أن يكون أخذ ورد وأسئلة ونقاشات وحوار، أريد أن أستمع لآرائكم. فما هو مفهومكم لإدارة الموارد البشرية؟ إذا فرحة تقول وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، جميل جدا. هو نعم أحيانا تقول هي التركيز على العنصر البشري، ممتاز جدا، جميل جدا، ما يعطينا إضافة. نطرح عليكم سؤال ربما يخليكم تفكروا شوية، ما الفرق بين أن نقول إدارة الأفراد أو إدارة العنصر البشري أو إدارة الموارد البشرية؟ هل هي نفس الشيء؟ الأفراد، العنصر البشري، الموارد البشرية، هل تعني نفس الشيء؟ هل إدارة الأفراد هي إدارة العنصر البشري؟ إدارة الموارد البشرية، هل هي نفس المصطلحات؟ هل هو نفس المعنى؟ شريفة تقول لا مش نفس المعنى، جود تقول نعم، فرحة تقول لا مش نفس المعنى،
ده طبيعي جدا انه عندما يكون عندنا مصطلحات مختلفة فالمعنى لابد ان يكون مختلف. وجود كل ممكن اختلافات بسيطة، فما هي هذه الاختلافات البسيطة؟ في الحقيقة هي اختلافات ذات معنى. الأفراد تختص فقط في الأفراد. هل على المستوى اللفظي كلمة فرد لها نفس المعنى ولها نفس المغزى ولها نفس العمق ولها نفس الإيحاءات مثل كلمة موارد بشرية؟ هل عندما تقول ذلك الفرد تعني نفس الشيء عندما تقول تلك الموارد البشرية؟ شو رأيك؟ شريف وجود أحيانا يقولوا لي مش نفس الإيحاءات، مش نفس المعاني. نعم، شو الفرق ما بين تقول إنه فرد ولا تقول إنه مورد بشري؟ يلا محاولة، أعطيكم مدة حتى تفكر. يلا محاولة الآن. لو خيرتك فرد في السمات الخارجية، لو خيرتك أنك تسمي موظفينك تسميهم أفراد ولا أنك تسمي موظفينك موارد بشرية، ما هي التسمية التي تختارها لموظفينك؟ لو أنت عندك شركة وعندك موظفين، هل تختار أن تسميهم أفراد أو أنك تسميهم موارد بشرية؟ جوز تقول الموارد البشرية أقوى من الأفراد، أحلام تقول نسميهم أفراد. كيف ينجود الموارد البشرية أقوى من الأفراد؟ هل بالفعل كلمة موارد بشرية أقوى من أفراد؟ لو قلت يشتغل معايا 50 فرد، هل تعني نفس الشيء لو قلت يشتغل معايا 50 من الموارد البشرية؟ سهلة الإجابة شباب، ليش تفكروا كتير؟ يلا كل واحد يعطينا، كل واحد يعطينا يجد. شو تقول؟ يلا تقول يشتغل معايا 50 فرد ولا يشتغل معايا 50 من الموارد البشرية؟ نعم فرحة، كلمة جميلة جدا، أحسنت يا فرحة. إذا كلمة الموارد البشرية تقول فرحة عليها طاقات ومواهب. إذا أنت تسلط الشيء، تسلط الضوء على شيء مهم. نجود دخول نقول 50 من الموارد البشرية، لكن الأفراد ممكن نفس الصفات. نعم يا سارة أحسنت. إذا عندما نقول أحلام متمسكة برأيي تقول 50 من الأفراد، في الحقيقة عندما تقول يشتغلوا معي 50 فرد، 50 فرد، الفرد يساوي فرد، لا فرق بين هذا وذاك. إذا أنت لا تبرز جوانب الاختلافات بين الأشخاص. إذا هم أشخاص عاديين، يعني كلمة فرد هو شخص عادي، وذا هذا الفرد يشبه ذلك الأفراد، فأنت بالنسبة ليك تنظر لهم وكأنهم فقط إذا متشابهين وعندهم نفس السمات، ولا يوجد شيء يميزهم ما عدا ذلك الجانب اللي يتميزوا به، وكأنهم أشخاص. إذا هم أشخاص، إذا هم ليسوا آلات ولكن أشخاص، هذا هو الجانب اللي يميزهم. لكن عندما تقول إدارة الموارد البشرية، إذا أنت تسلط الضوء على جانب مهم وهي الطاقات التي يحملها الأفراد. إذا أنت ثمنت فيهم وأبرزت ذلك الجانب الذي يميز قدرات الأفراد، ومثل ما قالت فرحة يميزهم من طاقات إبداعية، من قدرات عقلية، من مشاعر، من أحاسيس، من عزيمة، من إرادة. إذا هم يمثلوا ركيزة من ركائز الشركة، وكأنك تقول لدي 50 شخص أعتمد عليهم، 50 شخص يساهموا
بقدراتهم بطاقاتهم في انجاح الشركه. اذا عندي 50 من اذا هي ثروه حقيقيه، اذا تفتخر بذلك المخزون، ذلك الثراء، اذا انت سعيد بذلك. لكن عندما تقول اداره الافراد فهم ليسوا الات ولكن افراد. نعم جود، ممكن الافراد لا يوجد لهم كفاءه لكن الموارد البشريه كفاءتها افضل. اذا نعم هذا منذ البدايه. نضع عليكم سؤال، هل بالفعل، سؤال استفزازي فكري، خلينا نفكر، هل بالفعل يعتبر الافراد ثروه حقيقيه للمنظمه؟ مثل ما قالت وجود الموارد البشريه ثروه، هل بالفعل يمكن اعتبار الموارد البشريه ثروه حقيقيه؟ أحلام تقول نعم، نجود أيضا، بلا شك، نجود تقول، أين تكمن؟ أين تكمن تلك الثروة؟ إذا لماذا نعتبر الأفراد كثروة؟ ونسميه موارد، لماذا؟ مواهبهم وطاقاتهم وخبراتهم بكل أحلام، ممتاز. احنا نبعث عليكم سؤال يستفزنا نوعا ما فكريا، هل يمكن للشركة أن تنجح وأن تكون موجودة في السوق وأن تكون ذات قدرة تنافسية عالية دون وجود موارد بشرية ناجحة؟ شو رأيك؟ أحلام تقول لا، فكر معي، هل يمكن للشركات أن تكون ناجحة دون إدارة موارد بشرية ناجحة؟ أحلام تقول لا، نجود تقول لا، لكن لو قيل لكم مثلا أن نجاح الشركات هو مرتبط بنجاح الإدارة المالية، وجود الثروة المالية ووجود الثروة الآلية، هي قوة تكنولوجيا وقوة آلات وليست قوة موارد بشرية، فما هو رأيكم؟ لو قيل لكم أن إدارة الموارد البشرية غير مهمة لأن نجاح الشركات هو من نجاح الموارد المالية ومن نجاح التكنولوجيا، فما هي إجابتكم؟ نحن بانتظار الإجابات. لا احنا بتقول كذا نقص النجاح، كيف بتكون الشركة ناجحة ان كانت من غير نجاح الموارد البشرية؟ تقول احنا فرحة تقول لان يعني الموارد المالية لا تطور العمل، جو تقول دكتور مفهوم الموارد البشرية تخصص جديد في السابق لم يكن معروف، صح او لا؟ هو في الحقيقة تخصص موجود لكن كان بعنوان آخر، كان تحت عنوان إدارة الأفراد وتغير وتطور وأصبحنا الآن نتكلم على إدارة الموارد البشرية، وهذه النقلة ترجع إلى تغير في النظرة للموارد البشرية. كنا ننظر لها كلاعب ثانوي داخل الشركة والآن ننظر لها كلاعب أساسي، وهذا هو محور ربما نقاشنا الآن. ما هو الأهم؟ هل الأهم الموارد المالية، الموارد التكنولوجية، أم الموارد البشرية؟ سؤال مباشر، من يجيبني على هذا؟ لو خيرتك بين ثلاث أشياء هذه، الموارد المالية والموارد التكنولوجية والموارد البشرية، كيف تصنفها؟ ما هي الأولى؟ كونوا صرحاء مع بعض. ده أعطيني إجابتك بكل صراحة. فريدة مرحبا بيك، تقول فريدة الموارد البشرية هي الأولى، أحلام الموارد البشرية.
لأن هي المحرك الأساسي لوجود الكون. كل يكمل الآخر فرحة، نعم كل يكمل الآخر، لا يوجد شك في هذا، ولكن دائما هناك أفضلية مهما كانت الوضعية، دائما هناك أفضلية. لو خيرتك، لو فاضلتك بين هذه وتلك، ماذا تختار؟ أعطيكم سؤال، ربما سؤال فيه نوعا ما من الدعابة ولكنه عميق جدا، يبرز الفرق بين المال والموارد البشرية. لو خيرتك، تخيل معايا الوضعية الآن، لو خيرتك بين ثروة بيل جيتس وعقل بيل جيتس، ماذا تختار؟ شريدة كل العقل، أحلام كل العقل، العقل أحلام. حقيقة أنا مبهور شوية بإجاباتكم، لكن لأني حقيقة كل ما أطرح هذا السؤال الأغلبية تختار مثل ما اختارت فرحة ثروة بيل جيتس، لأن ثروة بيل جيتس هي حوالي 78 مليون مليار دولار، وكانت دائما الإجابات تقول إن كانت لدي ثروة فلا أحتاج العقل فسوف أعيش بكل أريحية. في الحقيقة الإجابة أن الثروة مهما كان حجم الثروة هي كلها أصول واستثمارات، فهي ليست أموال، وهذه الأصول والاستثمارات حتى تكون دائما موجودة تحتاج إدارة، وإن لم تكن الإدارة الجيدة موجودة لم تكن الثروة هذه أساسا لتكون. وإذا تغيرت الإدارة وأصبحت إدارة من إدارة ناجحة إلى إدارة فاشلة، فبالتالي تلك الثروة سوف تذهب. إذا الثروة مهما كان حجمها، مهما كانت كبيرة، بدون إدارة جيدة لن تستمر ولن تبقى. والدليل على ذلك أنه تعرف أنه هناك أصحاب مشاريع كبرى، وربما بعد وفاته يورث ابنه أو أبنائه مشاريعه، ولكن مشاريعه بالإدارة السيئة للأبناء تذهب هباء. فالقوة مش قوة الأموال، ولكن قوة العقل الذي يدير تلك الأموال. متفقين معايا ولا فرحة؟ تختار العقل ولا الثروة بعد ما قلت؟ فريدة تقول الإجابة غير صحيحة، إنها الثروة. إذن هذا من باب الدعابة، لكن أعطيكم شيء معلومة جميلة، إنه لو ننظر إلى الفورتشن 500 اللي هي أغنى 500 شخص و 500 شركة في العالم، مثل ستيف جوبز، مثل مارك زوكربيرج، مثل بيل، مثل جيف بيزوس، كلهم مثل جاك ما، كلهم بدأوا من الصفر، وبدأوا. وهناك كتاب ربما يتكلم عن الشركات التي بدأت من الجراج، وكان الجراج هو مصدر إيحاء وإنسبيريشن للكثير من المستثمرين، ووصلوا القمة من لا شيء. إذا إن كنت لا تملك أموال ولكن تملك عقل متميز، بإمكانك أن توصل للقمة، لكن إن كانت لك أموال ودون عقل فبالتالي سوف تذهب هباء. وهذا ما تم في الحقيقة فهمه مؤخرا، وهذا ما تم مثل ما قلت فهمه مؤخرا، وأصبحت الشركات الآن تتنافس فيما بينها. لو ناخذ مثلا جوجل، تعرفوا كلكم جوجل، وتعرفوا أسلوب إدارة جوجل. لو ننظر إلى جوجل نشوف إنه التركيز صار على ماذا؟ التركيز على الموارد البشرية، على جلب الأفضل، جلب الكفاءات المتميزة، توفير المناخ الملائم لهم حتى يعملوا بطريقة جماعية، بطريقة إبداعية، بطريقة ابتكارية، حتى يفجروا كل ما لديهم من طاقات، وبالتالي هم الذين يمثلوا القوة التنافسية للشركة، مش ثروتها المالية. إذا قوة جوجل مش في فلوسها، قوة جوجل في
إدارتها للموارد البشرية. في نقطة مهمة ربما لابد أن نعرج عليها، ما هي التكنولوجيا؟ أنا خيرتكم قلت لكم شو نختار، نختار المال أو نختار التكنولوجيا أو نختار الموارد البشرية، لكن لابد أن نطرح سؤال، ما هي التكنولوجيا؟ هل التكنولوجيا هي الآلة؟ شو رأيكم؟ ما الفرق بين التكنولوجيا والتقنية؟ هل التقنية هي التكنولوجيا؟ من يجيب على هذا السؤال؟ هل التقنية هي التكنولوجيا؟ طرح تقول لي وجود أيضا أحلام، نعم هناك فرق شاسع بين التقنية والتكنولوجيا. نطرح عليكم سؤال، الآيفون أو الهاتف الذكي الآن الذي هو بيدك أو من حولك، هل يعتبر التقنية أو تكنولوجيا؟ لقاءنا اليوم مفعم بالأسئلة التي تستفزنا فكريا وتخلينا نفكر في الحقيقة، هذا مقصود حتى ربما نجهز أنفسنا، هي محاضرة تمهيدية نحاول من خلالها ننشط شوية أذهاننا. إذا فريدة تقول تكنولوجيا، فرحة تكنولوجيا، شريفة تقول تكنولوجيا، أحلام تقول تكنولوجيا، في الحقيقة هي تكنولوجيا وتقنية في نفس الوقت، ولكن الاختلاف هو مش اختلاف الآيفون، ولكن في من يستعمل الآيفون. معي؟ الآيفون تقنية أو تكنولوجيا حسب من يستعمل الآيفون، مش حسب الآيفون نفسه. نشرح. لو أعطيت الآيفون إلى رجل مسن وربما يصعب عليه التعامل مع الآيفون، هل يمكن أن يستعمل كل الخيارات الموجودة فيه؟ لا. إذا سوف يصبح محدود جدا تكنولوجيا، سوف يصبح مجرد تقنية، صح ولا لا؟ آلة، ولكن آلة استعمالها محدود جدا. لكن لو أعطيت الآيفون إلى شخص متمرس ومتمكن وغيره، فبالتالي سوف يحسن استعماله ويستعمل بطريقة جيدة، وبالتالي سوف يستعمل كل الخيارات التي يقدمها الآيفون، وبالتالي مستوى التحكم التكنولوجي سوف يصبح أعلى جدا. وهذا مثال بسيط مصغر بما يحصل الآن في الشركات. هناك شركات عندها آلات متقدمة وباهظة الثمن، ولكن لا تحسن استخدامها. هل لديها تحكم تكنولوجي أو لديها تقنية؟ ماذا نقول؟ إن كانت لدينا شركات ولها آلات متقدمة ولكن لا تحسن استعمالها، هل تمتلك التقنية أو تمتلك التكنولوجيا؟ ما هو رأيك؟ إذا هي تمتلك التقنية ولا تمتلك التكنولوجيا، لكن بالنسبة للشركات المنافسة التي لها نفس الآلات ولكن لديها قدرة أكبر بكثير من الشركات الأخرى على استغلال تلك الآلات، هل هذا نسميها، هل هذه الشركات نسميها متحكمة في التقنية أو متحكمة في التكنولوجيا؟ ممتاز صح، لأن هي شركات قوية على المستوى التكنولوجي. شفتوا، إذا عندما نقول التكنولوجيا الفرق مش في الآلات، ولكن الفرق في التحكم في تلك الآلات. والسؤال الجوهري الآن، من يتحكم في تلك الآلات؟ من يحسن استغلال تلك الآلات؟ من يطور تلك الآلات؟ من؟ أحسنت يا أحلام، أحسنت يا نجود، برافو، أحسنتم، هي الموارد البشرية. إذا في وقتنا الحالي نطرح السؤال الآن، في وقتنا الحالي ما هو أهم عنصر من عناصر نجاح، من العناصر التي تساهم في نجاح الشركات؟ ما هو أهم عنصر؟ هل هي الآلة؟ هل هي الموارد المالية؟ أم الموارد البشرية؟ والسؤال مثل ما نتوقع أن تكون إجاباتكم، إذا من أهم عنصر الآن دون منازع، أهم عنصر في الشركة الآن هو العنصر البشري. العنصر البشري هو القادر على صناعة شركات ناجحة، هذا واحد. اثنين، هو القادر على الحفاظ على ذلك النجاح.
إذن المشكلة مش إنك تنشئ شركة وتنجح، لا 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 لا، سهل جدا إنك تنشئ شركة، ولكن صعب إنك ماذا؟ إنك تصل بتلك الشركة إلى القمة، هذا صعب، ولكن الأصعب منه ماذا؟ إنك تحافظ على البقاء في القمة، إنك تصل إلى القمة صعب، ولكن أصعب منه إنك تحافظ على البقاء في القمة، ولا يمكن أن تقوم بهاتين الشيئين إلا من خلال موارد بشرية قوية وقوية جدا. إذن التنافس الآن بين الشركات هو على مستوى ماذا؟ على مستوى جلب أفضل الكفاءات، على مستوى الموارد البشرية، الذي يمتلك أفضل الموارد البشرية هو الذي يتربع على السوق. ممتاز، إذا فهمنا الآن، فهمنا دور إدارة الموارد البشرية وفهمنا أهميتها، خلينا نعرفها الآن. إذا قلنا الموارد البشرية أساسية وهي أبرز عنصر من عناصر نجاح الشركة، لكن ما هي الموارد البشرية؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما المقصود بالموارد البشرية؟ بعد هذا الكلام الذي قلناه، إذا ما المقصود بإدارة الموارد البشرية؟ هل المقصود بإدارة الموارد البشرية فقط هو الرواتب والالتزام والحضور؟ أحسنتي أحسنتي يا نجود، ما شاء الله ما شاء الله، إجابتك رائعة جدا، تقول نجود هي وظيفة تهدف إلى الكفاءة والتطوير، إجابة رائعة جدا. أحيانا تقول الوظيفة هي التي تركز على العنصر البشري، نعم هي تركز على العنصر البشري، لكن هي محدودة فقط في احتساب الراتب آخر الشهر، وفي التأكد من البصمة ومراقبة الحضور والانصراف، هل هذا هو دورها؟ بعد كل ما قلناه الآن، هل هو هذا هو الدور المناط لهذه الوظيفة؟ في الحقيقة نجود قالت كلمة رائعة، إذا محور إدارة الموارد البشرية هو ماذا؟ هو الكفاءة. إذا قوة إدارة الموارد البشرية في ماذا؟ لأنها تجلب أفضل الكفاءات للمنشأة، هي إذا دورها ماذا؟ أنه توفر كفاءة عالية جدا بالنسبة للشركة، لأنه كل ما زادت تلك الكفاءة كل ما زادت القوة التنافسية للشركة. هنا لابد أن نعرف مصطلح الكفاءة، ما معنى الكفاءة؟ نطرح عليكم سؤال الآن، هل يمكن لأي شخص أن يكون كفء في كل شيء؟ هل الكفاءة مصطلح عام شامل؟ هل يمكن زيد أن يكون كفء في هذه وتلك وكل الأشياء؟ برافو يا فرحة، أحسنت أحسنت، رائعة جدا. نعم، فرحة، هي الكفاءة هي ماذا؟ هي ملائمة إمكانية الفرد للوظيفة، رائعة جدا، مفهوم ممتاز جدا. إذا مصطلح الكفاءة هو مصطلح يمزج بين عنصرين اثنين، الأول عنصر هو قدرات الفرد، والثاني عنصر هو متطلبات الوظيفة. نجود تقول الكفاءة الجهد والاجتهاد والمجهود، هذا محدود، هذا مفهوم يركز فقط على الشخص، ولكن الكفاءة هي تلاقي قدرات الشخص مع متطلبات الوظيفة. الكفاءة ربما لا أكون، نعطيك مثال، مثلا إن كنت أنا شخص عندي قدرات في التفاوض فأنا أصلح لأي وظيفة، إذا كفء في أي وظيفة، عندي قدرات في التفاوض والإقناع وغيره، إذا نعم قد أكون، برافو يا فرحة، قد أكون إذا كفء على مستوى وظيفة التسويق، نعم، لكن إذا كنت غير ربما على المستوى على المستوى العقلي أو المعرفي، تكويني محدود على مستوى تكويني محدود في العالمية أو في الحاسب، هل أصلح أن أكون
مهندس حاسب داخل الشركة، هل أنا كفء كمختص في معلومات محدودة في البرمجية وغيره، هل يمكن أن أكون مبرمج؟ لا، إذا أنا كفء في شيء وغير كفء في شيء آخر. إذا مصطلح الكفاءة هو مصطلح مركب يجمع بين ماذا؟ بين متطلبات الشخص، بين قدرات الشخص ومتطلبات الوظيفة. إذا سؤالي البسيط لكم الآن، هل من السهل، وهو أبرز أحد أبرز أهداف إدارة الموارد البشرية، هل من السهل توفير تلك القدرات التي تحتاجها الشركة 100% كميا ونوعيا؟ نجود فرحة أحلام، شريفة نجود، الكل يقول لا 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 يمكن. ما المقصود بتوفير الكفاءة كميا؟ وما المقصود بتوفير الكفاءة نوعيا؟ ما الفرق بين الكمية والنوعية؟ لو قلنا أن الشركة فيها 100 وظيفة، توفير الكفاءة الكمية أن نوفر ماذا؟ 100 شخص، صح ولا؟ العدد نعم هو نفس العدد، عندنا 100 وظيفة، عندنا 100 شخص، هذا الكفاءة العددية الكمية. لكن الكفاءة النوعية، ما هي الكفاءة النوعية؟ في 100 شخص ربما هناك 10 مهندسين، هناك 20 إطار سامي، هناك مختص في كذا، في الموارد البشرية، في الحاسب، في التسويق. إذا هذه الملائمة النوعية. إذا هذه العملية أن توفر احتياجات الشركة بالتمام والكمال، هل هي عملية سهلة ولا صعبة؟ قلت صعب. لماذا صعب؟ لماذا هي عملية صعبة؟ وأنا أشاطركم الرأي أن بالفعل هي عملية صعبة. دور إدارة الموارد البشرية مش سهل. لماذا صعب؟ برافو يا فرحة، أحسنتي، أعطيتنا لب الموضوع. إذا الأفراد يختلفوا، وأيضا نعم شريف الكفاءة لا تتوفر في الجميع. لماذا؟ لأن الأفراد مختلفين والوظائف أيضا مختلفة. إذا وهذا هو اللي يتكلم عليه الكاتب الآن في المحور الأول، في الفصل الأول، عندما يقول أن هدف إدارة الموارد البشرية هو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ولكن يقول أن العملية مش سهلة وصعبة. لماذا؟ لأن الأفراد يختلفوا ظاهريا وباطنيا والوظائف تختلف أيضا. خلينا نقف شوية عند الأفراد يختلفوا ظاهريا وباطنيا. ظاهريا يختلفوا في ماذا؟ عندما نقول أن الأفراد يختلفوا ظاهريا يختلفوا في ماذا؟ يختلفوا في العمر، يختلفوا في الشكل، يختلفوا في الطول، يختلفوا في الشهادات العلمية، يختلفوا في التجربة. إذا كل معلومة يمكن أن نجدها في السي في هي اختلاف ظاهري. كل معلومة نجدها في السي في، في السيرة الذاتية، هي اختلاف ظاهري. لكن الأصعب حقيقة، الأصعب اللي هو ماذا؟ اللي هو الاختلاف الباطني. الاختلاف من الباطن هو ماذا؟ الاختلاف في القدرات العقلية، الاختلاف في المشاعر والأحاسيس، وخلي بالكم من هذه، الاختلاف في الأخلاق والقيم والمبادئ. إذا هذه اختلافات صعب جدا أنه نتعرف عليها وصعب جدا أن نكتشفها. إذا الأفراد يختلفوا، ولكن أيضا الوظائف تختلف، فهناك اختصاصات مختلفة. إذا هذا اختلاف أفقي، هناك التسويق، هناك الموارد البشرية، هناك الإنتاج. إذا أعيد، هو اختلاف على مستوى الاختصاصات، وبالتالي نقول هو اختلاف أفقي، ولكن أيضا هناك اختلاف عمودي، بمعنى على مستوى حجم المسؤوليات. لو ناخذ مثلا إدارة الموارد البشرية اللي هو اختصاص واحد، ولكن مدير تنفيذ الموارد البشرية مش نفس المتطلبات مع رئيس قسم التدريب مثلا، لأن هناك اختلافات كبيرة على في نفس الاختصاصات على مستوى باختلاف المستويات. إذا لعلنا بهذه النقطة نصل إلى نهاية لقائنا اليوم. نرجو أن اللقاء يكون استمتعتم به وحصلت الفائدة.
وتلاحظ ان اسلوبنا هو اسلوب تفاعلي تشاركي، نحاول من خلاله بناء المعلومه بطريقه سهله وسلسه. اذا شكرا لكم على الحضور، نلتقيكم ان شاء الله غدا في حدود الساعه الرابعه ان لم تخبرني الذاكره. اذا لكم مني كل التحيه ودمتم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.